السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع عائلية في الطبي الصراحة مجمع متكامل، يعني ما شاء الله من المطار إلى المطار، من أول يوم يستقبلونك السكن، عندك أنواع سكن، فئات 3-4 فئات سكن واستقبال وإعاشة ودكاترة مختصين، علاج طبيعي، الأوركيدا، جميع الاختصاصات موجودة، كل من جاء ما شاء الله هنا استفادوا. وأنا الصراحة سألتهم، يعني ناس كثير سألتهم وناس لحد الآن موجودين، بس الفترات من 3-4 شهور، 2 شهر على حسب الإمكانيات، لكن صراحة كل من جاء استفاد. أنا بالنسبة لي بنتي الآن لها 3 شهور، الحمد لله في تحسن، والحمد لله ربنا يتمم على خير إن شاء الله. لكن مجمع طبي متكامل، جميع الاختصاصات موجودة، من دكاترة مختصين أعصاب، ودكاترة عام، دكاترة عظام، كل اختصاصات موجودة، ودكاترة متعاونين، الممرضين متعاونين، والعلاج الطبيعي كذلك. صراحة كل من جاء استفاد، والحمد لله ربنا يسر ويكتب اللي فيه الخير. شكرا لك.